يحط الكورة هيلعبها بيمينه كله بره خط الاريا كله منتظر لعبة الخطيب وكفر الحكم والنتيجه زامبيا 1-0 و محمود الخطيب كابتن مصر يحط الكوره هيلعبها بيمينه كله بره خط الاريا كله منتظر لعبه الخطيب وكفر الحكم فرصة بقى اهي فرصة بقى اهي فرصة يا طاهر ابو زيد جول 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 حلو لابسين احمر بس اهو حط بقى حط بقى فرصة بقى اهي فرصة يا طاهر ابو زيد جول 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 اوه فرصة بقى اهي فرصة بقى اهي فرصة يا طاهر ابو زيد جول 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 حلو لابسين احمر بس اهو حط بقى حط بقى لابسين احمر بس اهو حط بقى حط بقى لابسين احمر بس اهو حط بقى حط بقى اوه فرصه بقى اهي فرصه بقى اهي فرصه يا طاهر ابو زيد جول 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 حلو لابسين احمر بس اهو حط بقى حط بقى جول